من يحفظ الله يحفظه. يعني مش احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني في ناس فاكرة احفظ الله يحفظك يعني انا بص انا عم ربنا بيقول عليا بيعمل بيقول لي هصلي وهصوم وهقرا قران ومشغش ومش هسرق ومش عارف كل حاجة، ها؟ بس بالرغم كده الدكتور الابتلاءات نازلة فوق دماغي. طب ليه ده انا بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة؟ لا، ما انا حفظت ربنا، ربنا ما حفظنيش ليه؟ لا، من يحفظ الله يحفظه. حفظ الله لك يعني حفظ دينك، يحفظ لك دينك، مش معناه يمنع عنك الابتلاءات. الابتلاءات دي سنة، سنة الله في خلقه. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم لازم هيبتلينا عشان يشوف ولكم لنعلم الصابرين منكم. لازم يبتلين، لازم يبتلين ويبتلي اللي يبتلينا، قلنا عشان يبتلي ناس كفارة لهم ذنوبهم، يبتلي ناس التانية بيعاقبهم، يبتلي ناس رفع درجاتهم. فاكرين الكلام ده؟ فمش معنى ان ربنا مش حافظني، مش معنى ان في ابتلاءات عندي ان ربنا مش حافظني وانا بعمل له. هتيجي واحده تيجي ترد عليك تقول لي قلت لك ما انا بعمل له كل حاجه، ليه قاعد تريني في ولادي؟ ليه قاعد تريني في جوزي؟ ما انا بصلي وبصوم واتحجبت وبعمل كل حاجه كده، ليه ربنا بيبتليني ليه؟ دي حاجه ودي حاجه. حفظ الله يعني هيحفظ لك دينك، يعني هتفضلي مسلمه. مفهوم؟ لان سنه الله في الكون الابتلاءات. بدليل ربنا يحفظ الله يحفظه، وان النصر مع الصبر. بيقول كان هينا على الله ان يصرف الاذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. سهل قوي، ربنا كان عاوزه يهاجم، ما كانش قادر يخليه زي ما عمل في الاسراء والمعراج، صح؟ ما كانش قادر كده ياخده من مكه، ياخده من مكه على طول على المدينه. كان قادر ولا مش قادر؟ ايه بقى يقعد يخطط ويقعد يعمل ويخاف ويستخبى وهو طالع جبل لرجليه تنزل دمه وما يقدرش يطلع عشان ابو بكر يشيله على كتفه؟ ايه لازمته ايه البحدله دي كلها يا دكتوره سمان؟ لازمته ايه؟ شوف ليه؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع عشان يعلمنا ان احنا عشان ربنا ينصرنا يبقى لازم نصبر، لازم نصبر، لازم نتحمل اللي هنشوفه بعد كده، بيعلمنا احنا. فعشان كده كذلك كان هينا على الله ان يصرف الاذى عن النبي، ولكن سنه الابتلاء اصابته ليظهر بها صبره ويعظم بها اجره، وليعلم اتباعه كيف يقتحمون الشدائد ويصبرون على ما يلقون. صح يا ولاد؟